السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجدد الترحاب بكل السادة المستمعين والمستمعات، وها نحن كلنا آذان صاغية وقلوب واعية لمشاكلكم ولظروف حياتكم وأيضا لفوائدكم. مرحبا بالجميع، ونبدأ بأول مكالمة من إقليم الرحمنة مع للا أمينة. السلام الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيحة، فرحانين بيك. الله يبارك فيك للا أمينة. عزيز علينا وكنتسنطو ليك. الله يعزك للا. ومبارك حجك. الله يعطيكم شي حجة في قريب العاجل يا رب. الله يخليك وليداتك وخليك صحيحتك. اللهم أمينة للا. واستفدنا منك شحال من كلمة وشحال من حاجة سمعناها منك. حفظك الله ورعاك للا أمينة. فرحانين بداك الشيء كنتسنطو وكنسمعو. أعزك الله وبارك الله فيك. وبغيتك دير لي الدعاء لواحد البنية. يا رحمن يا رحيم. ودير لي الدعاء لواحد الوليد باقي ما سهل عليه الغش. يا ربي يا ربي. ودير لي الدعاء لوليداتي راه ما عندهمش الزهر أودية الشريف. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأنا تاني عيانة شوية، صحتي عيانة مريضة. الله يشفيك ويعافيك يا رب. ودير لي الدعاء لوليداتي والوالدية والله يرحم الوالدين والله يعطيك صحيحتك. الله يحفظك للا امينه، كنشكروك على التواصل ديالك. والله ودي ديال الحاج الله اللي راه عالم بالمعزه ديالك. اعزك الله للا امينه. ملي كتبدا وحنا كنتصنطوا ليك وحنايا فرحانين وكنتصنطوا البنيه كتقرا وكدير رقيه وحدها وكتبات تصلي وسبحان الله العظيم داك الشيء اللي سمعت كل شيء كدير. تبارك الله وصلى النبي عليها، الله يحفظها يا رب. وباقي ما سهلش الله. ان شاء الله يا ربي يا ربي تعجل بالفرج. وليت هو فين مشيت ما كيسهلش ليا الله. لا اله الا الله. عاد معتعصب ليا وعاد مقلق وعاد ما كلش ما يعاودكش لي. ان شاء الله ربي غادي يفرج باذن الله. دوك الوليدات ما عندهمش الزهر ولا عندهم من يصلي وتمتقين الله وكل شيء مساكن سبحان الله العظيم. لا اله الا الله، الله يفرج لنا امين. والدي الله يرحمهم والمول الدار. كتقول بان وليداتها ما عندهم الزهر كيدقوا الابواب مازال. لالا امينه، هي راه كاينه واحد الازمه اقتصاديه واجتماعيه عارمه كاينه في عده جهات في دول مختلفه في مجتمعات متنوعه، وحنا صابنا منها ما اصابنا من هذه الشدائد. ولكن اليقين ديالنا وهو انه في خضم الازمه وفي عز الازمه ومع ذلك راه كاين الزهر. كتقول لالا امينه وليداتها ما عندهم زهر، هذاك الزهر كنجيبوه. ربنا عز وجل غيتكلم على الزهر في كتابه العزيز وغيتكلم على الحظ. يقول جل جلاله: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ذو حظ عظيم، الحظ هو الزهر ورب اسمه عظيم. راه كاين اللي عنده الزهر فين ما مشى كيدق الباب كيتفتح، بل كاين اللي قبل ما يدق الباب قبل ما يوصل الباب كيتفتح تلقائيا من نفسه. هذا مالو عنده الزهر زيد. هذا الزهر اللي بغينا نجيبوه كي غنديروا ليه؟ ربي عز وجل اعطانا في السياق ديال الايه اعطانا كيف نكون محظوظ ويكون عندي الزهر. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. سياق الايه كيقول: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حنا كنا كنتكلموا على الإصلاح ذات البين، على التسامح. راه هاد الآية كتكلم أصلا أن الإنسان باش يكون محظوظ وعنده الزهر غيبدا من نفسه. نفسك أش كدير ليها؟ كتقمعها. نفسك فيها واحد الأنانية واحد الكبرياء، كتقول لها: يا نفس تواضعي لله وتواضعي لخلق الله، يا نفس لا تتعاظمي على خلق الله، يا نفس ارتدعي. ملي كتعود ديك النفس ديالك انت كتربيها وكتعود متواضعه،
الا وقع لا قدر الله شي احتكاك او نزاع مع الناس، اش كيقول الله تعالى؟ ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع المدافعه، ادفع بالتي هي احسن، بالتي هي احسن، تفضيل، صيغه تفضيل، ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه، حتى العدو ديالك، العدو الخصم كانه ولي حميم، يتبدل، اعداؤك يصبحون احبابك، بل العدو يصبح ولي حميم. ومن بعد كتفتح لك الابواب كلها، كاع الابواب كتفتح، حتى قال الله تعالى: وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يعني خصك تكون من الصابرين، خصك تصبر. دابا اي واحد من الساده المستمعين بغى يكون من اهل الزهر واهل الحظ، وسبحان الله كنعرف بعض العائلات وبعض الاشخاص عندهم الزهر كبير، سبحان الله العظيم، والله عايشين كانهم دخلوا الى باب الجنه، دنياهم مريحه، واكلين شاربين بخير وعلى خير، ما عندهم حتى مشكله، سعداء بالله، والله تعالى اعزهم. اذا كانت عندهم شي مشكله يقول: واقلا لم اشكر ربي حق شكره. مشكلته الوحيده انه لم يشكر الله حق شكره. ملي كتسولو: يا فلان من اين لك هذا؟ عطاك الله هذا المال وهذه العزه وهذا القبول وهذه الصحه وهذه الفتوحات، من اين لك كل هذا؟ ملي كتقلب عليه كتلقى بانه توا ربحنا، داز في محن، داز في شدائد، لكنه صبر ورحم الخلق اكراما للخالق، وتنازل وداز في واحد المعاناه، فلما نجح في الامتحان الله تعالى فتح له الابواب في الدنيا قبل الاخره. لهذا: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. للا امينه، نطلبوا الله تعالى في هذه الساعه المباركه المسعوده، ليله الجمعه، وحنا معنا هاد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللي تجمعوا من جميع الاقاليم والمدن المغربيه الحبيبه وحتى خارج ارض الوطن، نطلبوا الله تعالى، هما رافعين اكف الضراعه، اللهم يا ربي الابناء ديال للا امينه، اللهم احفظهم ورعاهم وبارك فيهم، احفظهم بالسبع المتاني والقرآن العظيم، وأنبتهم نباتا حسنا، اللهم يا رب ارفع عنهم الموانع والعكوسات، اللهم وافتح لهم أبواب الفرج ويسر لهم الأمور، ولكل أبناء المؤمنين والمؤمنات قولوا معنا آمين، آمين آمين يا رب. وأسأل الله تعالى أمين يحفظ لك الزوج ويحفظ لك الوالدين ويشفيكم من كل داء وسقم، ويجعل حياتكم طيبة، حياتكم في الدنيا كريمة، حياتكم في الدنيا كلها خير وبركة، اللهم أمين يا أرحم الراحمين. وهذه فرصة طيبة لندير واحد الدعوة ديال الخير لكل النساء التي تعسر عليهن الإنجاب. شحال ديال الأخوات الفاضلات اللي الطبيب عجز والرقاة عجزوا والأسباب استعملوها وطرقوا الأبواب، دعونا من كل شيء نطرق باب الله تعالى، وربي غادي يعطينا إن شاء الله الخير والبركة والتيسير. نبقاو مع هذا الفاصل وندير واحد الدعوة ديال الخير بالإنجاب لكل من تعذر عليها الإنجاب. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا مؤنس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وباسمك العظيم الأعظم الذي عانت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب، اللهم أختنا هدى وكل النساء التي تعذر عليهن الإنجاب، اللهم بشرهم جميعا بحمل قريب. يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله، يا مصور يا الله، يا خالق يا الله، يا رازق يا الله، اللهم ارزقهم ذرية طيبة ذكورا وإناثا، اللهم بحق قولك: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، اللهم صور في أرحامهن ذرية طيبة ذكورا وإناثا، إنك على كل شيء قدير، أنت القادر المقتدر، وإنك أنت الخالق المصور، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل من تريد الإنجاب عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج،
قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. وبعض الأحباب قدموا الآن حتى إلى مقر الأستوديو اللحظة. أختنا سهام من طنجة جاءت لم يقبل لها الخط الهاتفي وجاءت تقول واحد دعوة الخير لها ولأخواتها بالقبول والتيسير. عندهم عكوسات وعندهم موانع وصعوبات في الحياة، اللهم يسر لهن ولكل بنات المسلمين. اللهم يا رب ارفع عنهن الموانع وارفع عنهن العكوسات وارزقهن القبول يا أرحم الراحمين. يا من أمره بين الكاف والنون، افتح لهم باب التيسير وافتح لهم باب الخير، وارزقهم أزواجا صالحين وارزقهم ذرية طيبة. اللهم ارزقهم الخيرات والبركات بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. للا فاطمة ايضا هي من ضل بدا جاءت الان في الاستوديو كتقول تليفون ما سدش ليا، بغيت ناس واحد الدعوه ديال الخير، الشفاء من بصرها يكاد يذهب عنها. اللهم شافيها من بصرها وشافي عيونها وشافي جميع مرضى المسلمين يا ربي، شافيها وشافي جميع مرضى المسلمين. قولوا معنا جميعا امين. آمين آمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا الله، يا من هو في الأرض إله، يا من هو في السماء إله، يا من له عنت الوجوه وذلت لعظمته الجباه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا نجاه، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تحقق رجاء كل عبادك المؤمنين. اللهم كل من كان مريضا أو سقيما أو عليلا، اللهم شافينا بشفائك وداوينا بدوائك وعالجنا بعلاجك وطبنا بطبك يا أرحم الراحمين. طبنا في المنام واجعلنا نستيقظ صباحا مبكرين مشافين معافين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل من تعذر عليه الزواج، اللهم ارزقه الجمال وارزقه البهاء وارزقه القبول وارزقه السعد الجميل وأنيس وحشته. اللهم واجمع بين كل زوج وزوجة على المحبة والمودة. قولوا آمين آمين يا رب يا كريم. اللهم كل من يريد الإنجاب عجل له بالحمل القريب والذرية الطيبة ذكورا وإناثا. قولوا آمين آمين يا رب يا كريم. اللهم كل من كان فقير وكل من كان محتاج، يا غني خزائنك ملأ بالخيرات والبركات ونحن عبادك الضعفاء نسترزقك فارزقنا يا الله. اللهم ارزقنا رزقا حسنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك. أنت المعافي فعافنا، وأنت الشافي فشافنا، وأنت القوي فقونا، وأنت المعز فأعزنا، وأنت الغني فاغننا، وأنت الستار فاسترنا، وأنت الرحمن فارحمنا يا الله يا رباه يا غوثاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إن ناداه. صل وسلم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.